أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي. سي فوديل هنا سي توفيق كي راك اسلم فرحت بك قسمتينا ان شاء الله الله يبارك فيك اسلم قربوا عندنا الله يبارك الله يسلمك الله يعيشك هذه الدار تاعنا داخله في لاكوبيراتيف تاع لاغريكولتور ليتما لاستيتيود تكنولوجي دي ماشينيزم اغريكول حنا محسوم مجموعه هنا 30 واحد وهذه اللي معنا كامل هادو لي مديان هادو لي كولونيل ولي جينيرال لي كوموندون تاع الجيش واللي من تحت تاع العداله والجهه اليمنيه تاع لاكاديمي لاكادات و لوبيتال هادو في 80 مدو منا سو فورم دو كوبيراتيف وكل واحد بنا الدار تاعو وحده وانت الدار تاعك انا الدار تاعي درت لها البلان وحدي وبنيتها وحدي ودروك راني ندير في الديكور وحدي هذا الديكور اللي تشوف فيه واحد الدار تفضل اهلا سي توفيق مرحبا الله يبارك فيك مرحبا بك ها انا في ضيافتك تفضل يسلمك يعيشك واش راك لاباس يبارك فيك يعيشك المهم مرحبا بكم هنا في قسمتنا الله يبارك فيك الناس عندها بزاف ما شافتكش الله يشافك جينا نقولوا شويه اللي قديمه تعرفك وكانت تتابعك من خلال البرامج السياسيه التلفزيونيه والاحزاب وغيرها وجينياسيون جديده هذه ما تعرفكش احنا نحكوا لهم ملخص برك على بن شريف حكي لنا على صغر تاعك قبل ما تولي تدخل عالم السياسه ومن بعد نبداو والله انا ابن شهيد ايوا والاب تاعي مع الاولين اللي كانوا فلوس وجاو نوضوا هذا الثوره جينا هنا عندنا لا فامي تاع قسمطينه ما لقيناش كيف نديروا داتني نانا عندها خوها في ميلا قريت انا في ميلا عقبت ربع سنين برك ديت السيزيام قاوني لاباس شويه صوتيت لي كلاس بعد جينا اللي سي رضا عقبنا لا بروميير بارتي دو باكالوريا الله يبارك ولا دوزيام بارتي دو باكالوريا خلصنا رحنا للمعهد اللي دار بومدين الله يرحمه ويوسع عليه في مستغل لانستيتيو دو تكنولوجي دو لاغريكولتور انستيتيو افريكا الافريقيين كل يقراو فيه وكل ما تقرا حاجه يديروا لك لابراج شوف امريكا في منتهى الروعه كل ما تقرا حاجه ينعتلو كيف تخدم خرجنا اطارات قرينا اربع سنوات اكسيليري البروغرام تاع ست سنين قراه لنا في اربع سنين خرجنا انا درت لا سبيسياليتي
انجينيور اون ماشينيزم اغريكول اي ايكيبمون، تسمى الالات الفلاحيه تاع الميكانيك كامل، هذيك هي الاختصاص. دار كيفاش يخلق جنان، كيفاش يخلق جنان تاع عين بقره. لا باش ما نبقاوش غير في هذا السجن، باسكو حنا نبقاو ديريكت تولي حصه. لا لا انا باه نكمل، انا باش نوصل نقول لك بركه خاطي هذاك عقب من ورايا نيفو 5. بعد حنا واش ديكوفرينا اللي ما يخدموش خدمه مليحه يعطيوهم نيفو 5 باه يكملوا الخدمه في فرنسا، واللي قالهم لي كراك بكل يحطوهم يحطموهم باه ما يخليهمش يكملوا. ومسؤول على كلامي ونسميك ما يهمناش. خلصنا خلصنا. عيطنا هذا كيفاش سموه طيبي العربي، قالنا درك تروحوا للولايات الجدد. داروا ولايه سكيكده جديده 74، اي كانت 15 ولايه برك. في 74 رجعوا 31 ولايه لازم الاطارات. ايوه رحت انا لسكيكده. الوالد دحو القابليه وبومدي الله يرحمه السعري في هذاك الوقت دار الوزنه تاع البترول. كي دار الوزنه تاع البترول ودار الوزنه تاع البترول، الماء اللي كانوا يسقيو به الفلاحه داوه يبردوا به الوزنه، والنص يتشربوا الشعب تاع سكيكده، والفلاحه داروا برنامج قال لك تنحيو الجناين اللي في سكيكده كامل وترجعوها قمح. انا يسمحوا لي المواطنين، انا انتفضت. شو كيفاه؟ 74 74 ديسمبر 74 قلت له انا لا علاه نحيو ما تصلحش. لمن قلت هذه انت؟ لمن قلتها؟ المسؤولين تاع الوزاره على راسهم طيب العربي والوالي. انت واش كنت تشتغل؟ انا انجينيور، كنت ريسبونسابل دي مويان دو برودكسيون في الولايه كامله تاع باسكو في هذاك الوقت لا ديريكسيون دو ليدروليك ولي فوري ولاغريكولتور مع بعضهم. تسمى انا حاكم ليريغاسيون ماتيريال ديريغاسيون ماشين اغريكول، حاكم لا كوميرسياليزاسيون، حاكم لي زابروفيزيونمون لي زيكيبمون. من بعد عيطوا لي في الوزاره قالوا لي تحمل المسؤوليه. كنت متحمل. واش دير؟ كنت درك نحفر البيان ونبدل لي زيكيبمون، واوليو اللي يطلقوا الماء في الواد ويسقيو عن طريق لي بومب اوريزونتال نوليو نسقيو على لي بومب فيرتيكال، نحفروا البير نديروا البراكه موتور منا بومبا منا ومايك. درناها وزدت برهنت لها، زدت غرست لها 700 قطار تاع الاشجار. بصح قلت لهم حاجه فريده، انا ما زدتش نخدم معكم في الولايه، اعطيوني ان بوتي بوست في لا دايره تاع زيغو يوسف باه نسكن في قسم طين. جيت لزيغو يوسف لقيتهم يخدموا ان سولمون كيف في منطقه وين كاينه 700 ملم تاع الماء يخدموا نص بنص. نحيت انا البرنامج قلت لهم نخدموهم كامل، نقسموا الاراضي على ثلاثه، نديروا الحبوب منا ونديروا القمح ونديروا الاعلاف ونطوروها. هذه هي اللي يقولوا لي زانجينيور لا سولمون تريينال. كي تعود خدمت درت لهم 900 قطار تاع الحمص. المسؤولين ما شتاوش علاه ندير 900 قطار تاع الحمص. قال لك اوي دير لنا مشكل وين نستوكيوها وين نديروها. ومن بعد قال لك او درك يحصل وهو ده حولت قابلية ويسمع فيها هو اللي كان والي تما. من بعد حتمت انا درتها، جبت درنا فايدة كبيرة بالبزاف. من بعد قلت لهم انا نرجع نقري، نروح للانستيتيو نقري، ما نقدرش نخدم. ذاك الوقت خي كان الشعار تاع الدولة الجزائرية كان هو الثورة الزراعية، علاش كانوا يحطموا فيها؟ باسكو بزاف اللي ضدها. علاه؟ لان الثوره الزراعيه فيها مراحل. هما اللي كانوا يحطموا فيها هذو ولات مسؤولين كذا ولا من الفوق كانوا يحطموا فيها؟ شوف انا نعطيك ان انديس في 1958 كي جابوا دوغول باه يدير لارجيري فرونساز جزائريين، هما اللي صبحوا داروا دي كوميتي دو سوتيان لارجيري فرونساز ويسبوا لفلان. درك شوف عندي، شوف نسميهم لك عائله بعائله، حنا نخليو دبير بغطا الله يرحمه بومدين في هذاك الوقت. هادو الناس اللي كانوا يسبوا لفلان ويسبوا الثوره ويقولوا لارجيري الجيري فرونساز، صبحوا هما اللي مسؤولين علينا مديريين كبار وماش نسميهم لك كباب اكواساس، ما نسميو حتى واحد. شوف لي الجزائر رب يحميها، يديروا واش يديروا، بصح الجزائر والله لا تحركت من بلاصتها.
انت ضد سياسه بومدين؟ نعم. انت ضد سياسه بومدين؟ لا ماشي ضد سياسه بومدين، فهموا بلا انا كنت نقول لهم او مستحيل نلبيو رغبات الجزائريين، لان لا شارت ناسيونال الميثاق تاع 1976 يقول سنورير يعني الاكل، سوفيتير تلبس، سولوجي تسكن، سانستروير تقرا، اي سو سواني داوي ايتا لا شارج دو ليتا، الدوله اللي مسؤوله. بصح الشعب راه يكبر وراح يقوى والدوله ما تقدرش تلبي الرغبات هذه. انا هذه السياسه ما كانتش تقنعني، ولكن انا انسان منضبط، ما نقدرش ندير فوضى في بلادي. نقدروا بالك نحكيو معاه ونفتح قوس الرئيس الشاذلي بن جديد الله يرحمه الله يوسع عليه، في حوار من الحوارات وما زالوا الشهود، قال لي الاخ رابح والله الله يرحمه الله يوسع عليه، ما يقوليش مسيو البريزيدون ولا مسيو مشي، يقول لي الاخ رابح، قال لي غير انا حنا كنا في هذيك لو كونسي دو لا ريفوليسيون، قال لي انا كنت نعارض بومدين ونقول له او ما نقدروش نلبيو الرغبات تاع الشعب وما نقدروش نسكنوا باسكو بكري بكري اي 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 ترونسبور للدوله، كابيني ما كانش، تخرج طبيب تروح تخدم في السبيطار، التجاره الخارجيه للدوله، التجاره الداخليه تاع الجمله للدوله. انا نشفى في سكي كذا درت برنامج باش نصنعوا البطاطا، ننجوا البطاطا، انتجنا 27,000 قنطار تاع البطاطا، بعنا 3,000 والاخرين طيشناها، باسكو في هذاك الوقت يقول لك لاكوفال اللي هي مسؤوله على تسويق الانتاج هي اللي تروح تجيب، لاكوفير ما عندهاش الامكانيات باش تروح تجيب الانتاج تاع 150 مزرعه مسيره ذاتيا و2000 كابرا تاع الضوضيه تاع الثوره الزراعيه. ما تقدرش هاد السياسه هادي توصلنا الانسداد. كاينه سياسه احسن من تاع بومدين نقدروا نديروها في البلاد هذه. انتيا ما عرضتهاش بصح كنت ضد سياسه بومدين سورتو في الفلاحه، كنت ضد ماشي غير في الفلاحه في امازون، كنت في الفلاحه في التجاره على بالي به يدينا الحيط بومدين الله يرحمه ويوسع عليه، في الصناعه كنت مؤيده كي صنع المعاهد التكنولوجي اللي شبو تاع الامريكان كنت معاه، دونك مانيش انا كونتر بومدين كبومدين، انا كونتر افكار تاع حاجه معينه، دونك نقدر نكون معاك في 50-60% بصح لازمني نرشدك باللي هذا. ابا في وقت بومدين ممنوع من عند بات واحد يبني دار، سؤال يطرح نفسه اسك الدوله تقدر توفر السكنه للشعب الكل؟ هاك شوف السياسه درك تاع فخامه الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه اطال الله عمره، هاو شوف شحال بنا والشعب مازال، شوف البناء الريفي والشعب مازال، دونك عليه هذه قلنا احنا الدوله تخدم الحوايج الكبار الشيء اللي عليها والتوجيه لا بلانيفيكاسيون، بصح الشعب خليه يخدم حوايج. على هذا كتبت انا الكتاب تاع الكابيتاليزم هوريزونتال صراع كبير. انت قبل الافلام قبل ما دير كارطا واش كان التوجه تاعك؟ كان ذاك الوقت كاين لا انا التوجه تاعي كنت مع اليونجيا. اليونجيا اليونجيا ماشي هذه اللي تابعه لي فلان. اليونجيا اللي طلائعيه اللي باسكو كاينين زوج اللي تابعه الاشتراكي. انا كنت معاهم كنت معاهم مع الباكس كنت انا باكس اي لا شارت ناسيونال كانت تقول لو بارتي دافونغارد سوسياليست هو اللي يسير البلاد ويقولوا بارتي دافونغارد سوسياليست راه ينطق باكس زعما يتكع على فلان هذه. من بعد انا وليت رئيس بلديه بالنيابه 84 كي درت مير بالنيابه ديت لا فيلا ميو جيري دالجيري شادي بن جديد الله يرحمه قال لهم اللي يحب يتعلم زيما تسير البلديه يروح يقرا في قسم طنا عند بن شريف على الشاذلي على الشاذلي علي انا يحكم لي هكا بزوج يدين كل ما يجي لقسنطينه يقول لي معول عليك وعلى ربي سي رابح. من بعد قلت انا الجزائر ما تقدر تروح الا للتعدديه. مع جماعه درنا لو بارتي كلونديسينمون درنا لو بارتي ناسيونال بور لا سوليداريتي اي لو ديفلوبمون بي ان اس دي. والبي ان اس دي تسمى
الفكر تاعو راكب في 89 90 هذا 89 دينا لاغريمو كي دينا لاغريمو في 89 في البي ان اس دي ودينا لاغريمو في البي ان اس دي جاوا الانتخابات البلديه كلاصه الاول الفيس وحنا ولا فلان كلاصينا مع بعضنا بالوطاج دخلنا في 600 بلديه دوزيام سي لافافاس الكلاصه الدوزيام لافافاس ما دخلش هو في لا هو ما دخلش في البرلمانيه في البلدية هو في البرلمانيه إيه. من بعد خطره عادوا عندنا المير بدينا نخدموا درنا تحالفات مشات الامور من بعد صرا اجتياح انتم شحال من بلديه ذاك الوقت ديتو دخلنا في 600 بلديه شحال جبتم بلديه جبنا ربع بلديات بالاغلبيه تسمى غلبنا الفيس ولا فعلا وجبنا واحد 380 بلديه حنا عفوا 600 بلديه موجودين فيهم وموجودين في 12 ابيوي والحزب عنده واحد 6 شهور برك ملي تاسس ملي دا لاغريمون باش يكونوا الناس برك على بالهم دخلنا عند الرئيس عند شادي لي بالجديد قعدنا الكلمه الاولى اللي قال لي الرئيس قال لي سي ربح وكان معايا تاع الباكس لهنا اللي هو هجرس لا لا الاخر لا شمي هجرس بارك الله فيك هجرس قال لي ما جيت نكمل معاه 25 دقيقه خرجت روحي وهاني قلت له خليوا لي الاخر ربح هو نختم به هذه دخلنا على الوحده غير 10 دقائق قلت درك فخامه الرئيس الوضعيه تاعنا حنا تاع الجزائر قلت له الفيس دا لاغريمو وعنده لاغريمو وحنا دينا لاغريمو والفيس داخل في فكر يحب يغير الدوله وحنا حابين نغيروا نمط الحكم درك كنت فتح البرلمان يا فخامه الرئيس في اوانه ولا قبل اوانه هذه قبل الانتخابات التشريعيه يا دي عام وشوف هذه الكلام قلت له هذا الكلام قلت له قبل الانتخابات التشريعيه عام قبل الانتخابات التشريعيه قلت له الكلام هذا لو 22 اكتوبر 1990 والانتخابات التشريعيه صرات في 26 ديسمبر 91 هو عام وشهرين فهمته قلت له احنا الغالب كنا في النظام الاحادي رايحين للتعدديه والتعدديه ما يفهموهاش الجزائريين واش هي نفريوها اللي يقولوا الحاكميه لله والمحكوميه تطبق على الانسان هادو دعاه النظام السياسي الاسلامي مرحبا بهم كديمقراطيين انت ما كنتش ضد مع ولا ضد يمدوا الاعتماد للفيس ما 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 انا لا معه لا ضده لا 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 قانع بشي اللي يدير هو انا عندي تخيل اخر اللي يقول ان المرحله العليا للاراده هي السياده لا سوفرينتي اي لو ستات سوبريم دو لا فولونتي ابارتيان او بوبل هذا ريبوبليكا اللي يقول الحاكميه لله والمحكوميه تطبق على الانسان هذا اسلاميست انا فوندامونتالمون ريبوبليكا قلت له الشادري قلت له فخامه الرئيس كيف يكون نمط الاقتراع باسكو هي انماط وعاودت له فرونسي قلت له كان لو موديل دو سكروتان اللي تقترح لنا كون تفتح البرلمان قبل الاوان تاعو معناتها في جوان والله حتى يوصل لديسمبر شاف هو مع ايت شعلال اللي كان وزير تاع البوسطه وفي هذاك الوقت ولا هو كونسي تاعو قال له سي شعلال سي شعلال قدام يا وقدام الشهود هذو الربعه ثلاثه اللي حكيت لك قال له هكا يعني ما نقولولوش دار له ايا قال له قول الاخ ربحه تاعنا تسمى كتربطك علاقه مميزه مع الشاذلي مميزه تاع وطني فري مع وطني فري لانه كان يسمع لك كان يهدر كل واش اهم الاشياء اللي كان يقولهم لك قبل الانتخابات على الفيس واش كان يحكي على الفيس والله يعني الشاذلي بن جديد كان قال تمام القناعة بالتعددية والديمقراطية قانع تمام القناعة بتغيير نظام الحكم في الجزائر بس قال لي هكا بالحرف الوحيد قال لي الأخرابه انت تري فورم بوليتيك أنا معول عليك وعلى ربي تبدل لنا النظام هذا هذا النظام هو يفسد البلاد ويوصلها لما يحمد عقبه هو كان ضد الحزب الواحد
ضد الحزب الواحد هو ماذا به التعدديه وماذا به العداله ما تبقاش وظيفه في يد السلطه وماذا به البرلمان ما يبقاوش يهزوا يديهم. الشاذلي كان حاب يطور البلاد ويعطيها بعد كبير. مع الاسف كاين الاسلاميين ما يعرفوش السياسه، داروا شغل اندفاعات ودنيا. المهم انا كي قلت له هكا قال له اسمع با نكمل هذه با ما تروح لي. قال لي نديروا لوني نومينال ادوتور. وش هو لوني نومينال ادوتور؟ معناتها كيما انتم عندكم في الجزائر باب الوادي فوطي وحدها وحيدره وحدها والفوق المراديه وحدها كل وحنا في قسمطينه بلفيت فوطي وحدها وسيدي مبروك يفوطي وحده. هذا ان موديل دو سكريتان نوع يحطوه من راس راس. بصح كي ديرهم هكا او اللي يدي 50% زايد صوت واحد برك يدير لك المقعد. وهذا السيستم اللي دونجور. درت انا للرئيس قلت له فخمت الرئيس هذا النظام تاع اوني نومينال ادوتور او صعيب ودونجور وحنا تاعنا ما يفهموش وما عارفينش. قلت له متاع الفيس انا المؤسسين تاع الفيس كل اصدقاء تاعي انا وحبابي كنت نقول لهم ما تقولوش نديروا دوله اسلاميه نديروا الحكم اسلامي في اطار الجمهوريه لان او فرق بين الدوله والحكم. الدوله هي مجمع المؤسسات معناتها سي لونسومبل دي انستيتيوشن كي بريزيد او ديستيني دان بوبل بار ليكزيرسيس دو بوفوار. دونك التعريف تاع الدوله هي مجمع المؤسسات التي تنظم المجتمع بممارسه السلطه. كي نوليو درك للسلطه، السلطه هي تفعيل الاراده سي ليكسبرسيون دون فولونتي. نحب نبني وزين نحب نبني هذه نحب ندير هذه بصح شكون يعطيك الشرعيه باه دير هكا؟ هو الشعب لان السياده اللي هي المرحله العليا للاراده ملك الشعب اللي من بادي الى ريبوبليك. كي قلت له انا هكا انت قلت له وهنا ويديها الفيس ابار القبائل يفوطيو مع الافافاس هي من الدوائر كل يديها الفيس والفيس اسمح لي والفيس وما يعترفش بالجمهوريه وما يعترفش بالقوانين هذه. بصح انت حزب ديمقراطي. نعم. الفيس دخل الانتخابات الشعب فوت على الفيس هذا، انت علاش ضدك اراده انت ديمقراطي ضد اراده الشعب؟ درك يعني الحاله اللي راك تهضر فيها انت راك ضد اراده الشعب. درك تفهمها. انت كنت تروح تعقب البيرمي. نعطيوك البيرمي. عندك البيرمي. اسكي تدي البيرمي تطلع على السونس انتيردي؟ ما طلعش. انت الفيس كي دا لاغريمون، دا لاغريمون في اطار الجزائر جمهوريه ديمقراطيه شعبيه. فهمت دروك الحكايه؟ بصح هو عنده برنامج وقدم البرنامج تاعو، عنده برنامج الشعب فوت على البرنامج هذا، الشعب المواطن هذا الجزائري. انا فاهم. اللي راح يحكم هذا الانسان هو عنده برنامجه، انا فوتيت على البرنامج، هو هذا المواطن اللي فوت على الفيس ذاك الوقت. داكور. وطاع البرنامج، انت قدمت برنامجك سي بن شريف، قدم الافلام البرنامج تاعو قدموا. شافوا البرامج تاع الناس وفوتوا على برنامج اللي شافوا يناسبهم هذا الشعب، هو اللي حيتحكموا عليه. يعني فاهمك. المؤسسات نتاع الدولة، يا اخي كاين المؤسسات. كاين المؤسسات. انت كي تدي الفوت وتنجح وتطلع، اسكي عندك الحق باش تمس الدستور. من يخولك؟ لا انت فاهم وحيد افريقيا. ما عندكش الحق. صح. انت الجيش. ارمي ناسيونال بوبولار اديت الحكم قال انا نرجعها الجيش الاسلامي الدرك خي درك ترجعوا قال انا نرجعوا درك اسلامي لكن يكتبوها. انا واش راح نقول خويا تبعني درك. الغلطه ماشي من الفيس اسمح لي باسكو ما يفهمونيش ناس باللي غالطين. انا مي انا قلت له لهذاك السيد اللي مع شادي اللي هو ايت شعلان قلت له كون يديوها الفيس او برومي تور لارمي ما يخليهش يحكم لان دستوريين عندما يكون خطر داهم للبلاد الجيش يتدخل. انا نعطيك سبيل المثال ان بارتي تاع لي زونغلي يدخلوا في الفوط يقول نحيو لو سيستم رويال نحيو لارين اليزابيث ونديروها ديمقراطيه يدخل الجيش ولا ما يدخلش؟ لكن بالاغلبيه الشعب كامل وافق عليها، علاش يدخل الجيش؟ كيف يدخل الجيش؟ هو ضد اراده الشعب، واش الجيش هذا واش يحمي الوطن والشعب؟ هو ضد اراده الشعب. اسمع الجيش يحمي مؤسسه، هاي نزيد نعطيك سؤال يحمي الشعب يحمي المؤسسه في الامريكان في الامريكان
كون تجي دولة من الدول تقول ندير الاستقلال يدخل جيش ولا ما يدخلش. هاي لا كاليفورنيا على سبيل المثال عندها شيء هنا تدخل السيادة الوطنية راح تقسم تقسيم امريكا راح تقسم هاي الجزائر ولا تقسمت هنا كيف الجزائر تقول لارجيري اي اون ريبوبليك ديموكراتيك اي بوبولار الاسلام اي لا ريليجيون دو ليتا العرب اي اون لونغ اوفيسيال اي ناسيونال وتقول ممنوع تمس في لي ليبرتي يجي هو يقول كان نديرها دولة إسلامية فهم درك الدولة كدولة الدولة ما هي إسلامية اسمح لي الدولة كدولة سي لونسومبل دي انستيتيوسيون أو الحكم يقدر يكون إسلامي كما في تركيا المهم أنت كنت ضد هذه الأشياء أنا ماهوش ضد هذه الأشياء أنا ما نخليكش توصل شكون نابيل لي ريبارابل استادير نخدمو بها الفيس ما يديش الأغلبية أنت كنت تخدم باش يوقفوا الفيس ما يوقفوش الفيس ما يديش الأغلبية هنا راك تناقض مع نفسك أنت يا ديمقراطي وتمنع واحد باش يدي الأغلبية كيفاش يمنع بان ريبوبليك على في الأمريكان درك يا أخي كان فرون إسلاميك فرون باردون بارتي ديموكرات وبارتي ريبوبليك صح أنا تاع الفيس تحبوا ديروا دولة إسلامية أحسنت مليح وديروا حكم إسلامي الله يسهل عليكم حنا ريبوبليكا ماناش قانعين بكم بصح كديموقراط ما عندناش الحق نقول لك ما تدخلش صمت لي مليح دونك اللي يمن بالدوله الاسلاميه هاو فرون اسلاميك واللي يمن بالجمهوريه فرون ريبوبليكا كي درت انا للسيد قلت له ام كون يديو هما بالطريقه هذه ام بلا ما يجيبوا الاغلبيه باسكو انت كي تقول لي يدي قداد كاينه 14 مليون ناخب 7 ملايين ما حبوش يفوتيو ابستونسيون قعد 7 ملايين راحوا فوتوا في الوقت ذاك ما فوتوا 7 ملايين هي نعميه درك نعيطك الكارطاب هنا هنا وكل انا ما ندافعش هكاك 7 ملايين ابستونسيون 3 ملايين و 200 فوتوا فيس 3 ملايين و 800 فوتوا على 40 حزب تفرقدوا الاصوات انا كي درت للشادري كي قال له السيد هذا لازم لنا نديروا له نومينال في الحساب هذا شوي عندك نظن بالك راك غلط شحال دا المقعد الفيس في البرلمان 187 مقعد شحال المقعد بقداه شحال المقعد لا اسمح لي دقيقه بقداه نفوا دا المقعد او ما لو كان مشينا في نمط واحد اخر هذا لي نومينال دوتور كي تدي باغ اكزومبل راح نفوتيو 1000 كون تدي 500 واحد تدي المقعد بصح كون نديرو لا بروبورسيونال انتيغرال بار ولايه اي نوميناتيف باش تدي المقاعد كامل تدي 100% هاي مستحيل انا كنت انا لقيت باللي السيد هذاك اللي قاعد يهضر سوا ماهوش متحكم في نمط الاقتراع سوا يبريباريو في ماكيده وانا مسؤول عن الكلام اللي نقول فيه انا كي قلت دائما قبل الانتخابات قبل الانتخابات ب 14 شهر اي والله هضرت كي قلت له الشادري قلت له فخمت الرئيس في الموند كامل اللي يحكي عليه هو قال له في الموند كامل ما كانش 30 مقعد يديوها في البرومي تور قلت له هذو ام عند الناس اللي مرسخه الديمقراطيه عندهم لا دروات لا غوش لو سونتر ترافايست والاخرين كونسيرفاتور ريبوبليكا اي ديموكرات قلت له هنا الاحزاب اي جايه صادمه واحد ما يعرف حاجه او الغلب عليهم ويوصلونا الكارثه كحنا باسكو الجيش كون يلقى خطر داهم الدوله يداخل هذه قانونيا يقراوها في الجامعات سكون ابيل لا ريزون ديتا امن الدوله اللي مسؤول على امن الدوله يدخل باش الدوله ما تزوجش بصح ما نوصلوش لهذه السيد هذا كيقنع في الرئيس ويقول له فخامه رئيس ما كانش من بعد انا كي قال هكا قلت له سيد الرئيس الجزائري ما دخلش في المقاييس تاع العالم مقادرين تاع الفيس الضربه الاولى يديو 200 مقعد باسكو الجزائر ستان بي اور نورم و ستان بي ما عندوش مقاييس وما دخلش اي نظام ما يركبش هنا فوضى جينيرال مدوبليه بالجهل الرئيس والله وعلى بالك الحارس الجمهوري في الباب حسين من بعد الرئيس قلق قال لي كمام الاخ رابح اكفي مقر رسمي تاع رئاسه الجمهوريه قلت له عندي دليل وانا خفت قلت له درك يهزوني بالك
خفت سبحان الله العلي ثاني هضره. قلت له عندي دليل، قال لي تفضل. قلت له بصح بالحساب في الموند كامل كنت شري طوموبيل ب 5 ملايين كيدور العام تولي تسوى 4 ملايين، من بعد العام الثاني 3 ملايين كيكملوا 5 سنين تتباع اون فالور ريزيديوال. اللي يقراوا ليكونومي كل اما على بالهم وشو الحكايه هذه تاع الكونتابيليتي وتاع هذو كل لي زامورتيسمون ديغريسيف ولا هم على بالهم بها. قلت له كفاه في الجزائر فخامه الرئيس انت جبت الاطارات الهوندات تباعوا ب 5 ملايين في الكاترفان واليوم في الكاترفان ديش هاي ابعد شيء يشوفوا في تيجليبان سوق الحراج في الخروب بارتو الهوندا اللي تشرت ب 5 ملايين ومشى بها 10 سنين يبيع فيها ب 30 مليون. هذا يا سيد الرئيس اور نور، قال لي هذه اور نور وخاطي دوله ويضلوا يكذبوا عليا هكا صحه صحه. قال لي ما لقيت حتى واحد يخدم قلب مع الوطن، قال لي هادو يضلوا يكذبوا عليا ويقول تصرك هي ماشي نورم خلاص اني معاك. قال لي الاخر اتفضل لازم البلاد ما يصراش فيها المشكل هذا. ابا هذا الحوار هذا نعتو لك درك وهنا 7 سوايع وحنا معاه مع الرئيس ونحل فيستا وقال لي ما تروحش تقعد تتعشى معايا هنا. قال لي زي ما تشوف فيها انت. قلت له نديروا ان فرون ريبوبليكا اف ال ان اف اف اس ام دي بي ان اس دي مجد ار سي دي تيرا بكل فرون ريبوبليكا. والاسلاميين هما عندهم باسكو ما عندهم الهجره والتكفير وعندهم الجزء ارا ما سماوش احزاب هذو ما فكر كاين حزب واحد فكر 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 كاينه جبهه اللي فيش خطي حزب جبهه كما اللي فعلا خطي حزب جبهه والجبهه تلم تيارات كما هما لموا تيارات باسم الاسلام حنا نلموا تيارات باسم اي تحمد اف اف اس. واش قال لي كمل قلت له وهنا حنا اللي نغلبوهم امبوسيبل يربحونا نطيحوا قراب لبعضنا بصح الاصوات ما تتقسمش علاه. توم كان على بالكم في قرار في نفسكم بانه الفيس قوه والشعب معاه تلي حبيتوا تلايموا كاع باش تنقصوا له شويه برك من الغاشي تاعك. لا هذه احسن كلامك. نسبه اسمح لي نسبه وضائله معاه وشعب فانتاوي معاه باسكو من بعد الفيس دار عليا حصص كبار عليا انا باسكو على بالو في الصحراء انا اللي مدوميني هذه نوصلوا ليها. قال لي شاد لي اني معاك روح قول لبنبل روح قول المهري. قلت له ما نعرفوش مهري سيد الرئيس. قال لي روح قول له او قال او انا اللي بعتك. فهموا في الوضعيه هذه ما كانش خير من هذه فرون اسلاميك فرون ريبوبليكا زوج حزاب ديمقراطيه مليحه نظيفه روعه ما فيه شو هذا الحزاب اللي سيقل تاع تمسخير كما درك كرنافال في تشرى يوليو يضحكوا علينا الدول بعد نحكوا على الاحزاب تاع التسعينات. الانسان باسكو إلي سكون نابيل لا ريزون ديتا باسكو على بالي بها يقولوا يديروها العجامه ويحصلوا فيها الفراد يديروها هادو اللي ما عندهم حتى نيفو ما مش قادرين عليها بصح نحصلوا فيها احنا اللي الهم تاعنا هو البلاد باه ما تعيش. رحت عند مهري قلت له سي عبد الحميد لقيت معاه بالعياط الاخرين دخلت عنده قلت له سي عبد الحميد انا ما كانش تقسيم الدوائر وما كانش اني نومي على الدكتور كما يكنحوا في الرئيس لي كونسيل اللي معاه باسكو انا من بعد ديكوفريت بلي فيها مناوره وفيها امور كبيره يجي وقتها ونكتب لي ميموار دان ميريتون بن شريف ونحطوا كل واحد امام مسؤوليته. كسا قال لي مهري قال لي والله يعيط لي شاد لي وقال لي ويجيك الاخ رابح اول شهيد ومخلص وقلبه ربي يخدم على الوطن وقفوا معه. قال لي روح قنع بن بله وانا نقنع مهري كيفاش اسمه اي تحمد. قال لي والكلمه اللي قال لك شاد لي يعني اي كاينه علامه بيناتنا. قال لي شاد لي ونسيبي وبنتي انا مديها ولد شاد لي. هاي معلومه باش الشعب الجزائري باسكو هادو سيدي في هيستوريك فو با يضرقوا. من بعد وقال لي بصح هذا الفرون اللي نديرو مع بعضنا هذا لو فرون ريبوبليكا بصح ما يتقسموش الدوائر. قلت له سي مهري اوقف انت باش ما نخليهمش يديروا لوني نومينال ادوتو نديروا لا بروبورسيونيل انتيغرال بار ولايه بعد ندخلوا في هادو مديتي ومسالك ومسالك مهري عبد الحميد المهري في هذا مهري قال لي مانيش انا في يدي روح قول المولود حمروش رئيس الحكومه
هبطت انا بالطوموبيل ديريكت مع كارت كور تاعي عند مولود حمروش الدمبري ومازال بالحياه. الدمبري اخي كان وزير الخارجي، كان هو شاف الكابينه تاع مولود حمروش، قال لي سي ربح او ما يقدرش. قلت له شوف تخرجوا درك من الكونسي دي هما كونسي دو غوفرنمون، قلت له درك تخرجوا او اسمع فيا حمروش تخرجوا تهضر معاه بما يصيرش تقسيم الدول. خرج مولود حمروش جاب لي شربت انا قهوه ودنيا، جا خرج مولود حمروش من الكونسي دو غوفرنمون في يدو سبحه. قلت له سي مولود تكون شاهد ومجاهد، البلاد ما لعبوش بها، ماشي لعبه تاع ولاد الصغار، ما كانش تقسيم الدوائر حتى تفهموا على نمط الاقتراع. قال لي ماهيش في يدي. انتم هذه الجري كاع كنتوا على جال باش توقفوا الفيس؟ ماهوش باش نوقفوا قبل الانتخاب. لا باش نوقفوا في وجهه، باش نوقفوا الموت. بصح كان الانتخاب باش كنيسي الامين يهزوا السلاح التاريخي. كان اسمح لي بني هذه برك. خلينا المرحله الثانيه. هذه راك تحكي لي عام قبل الانتخابات، 14 شهر قبل الانتخابات. 14 شهر قبل الانتخابات هذا هاكم ديجا حابين توقفوه من البدايه. ماهوش نوقفوه، ماهوش نوقفوه، توقفوا في وجهه. نو ما نخليوش. شفت الفرون ناسيونال في فرنسا هاو دونجي على لا ريبيبليك، ها من الحزاب الكل يتلموا باش ما تعديش لو بان. هاكا الفيس، نعطيك الصوره تاع الفيس. هذوك اقليه في فرنسا، الحزب هذاك حزب صغير هذاك، والفيس كان عنده الجمهور. او الفيس لو كان ماهوش الشعب من دافع معاه، او ماهوش حزب كبير. اكم انتوما لو كان شتوه ضعيف هاكم ما ديروش هذا الجري كاع، راك تجي تروح لحمروش تخرجوا من الاجتماع. نخرج حمروش من الاجتماع على واش؟ باسكو الفيس انا صليت معاه. ابا نفهمك مليح ونفهم القران مليح. وعندنا ائمه كبار في الحزب نتاع البي ان اس تي، حنا باش ما نخليوش الناس يسيحوا الدم. باسكو لو كان تقرا تاريخ الفيس، الفيس هز اللافتات ويقول لا ميثاق لا دستور، قال ربي قال الرسول، قالها ولا ما قالهاش؟ قالها. هاي شهاده لله. قالها. واش دخل الكلمه هذه في الدستور؟ تسمى انت جاي حزب بصح هذه الانتخابات لا دستور لا ميثاق، تدخل في الفوضى جينيرال. واش قال عباس المدني نهار قاعد معنا مع جماعه كي قال له الصحافي قال له بن شريف او يقول ندير بحيره باش نستعمل الماء تاع الصحراء. عنده برنامج. وانت وش هو البرنامج تاعك؟ راك تقول الطفله والمراه ما تخدمش وما تخرجش ودير لها شهريه، منين نجيب الشهريه؟ قالوا الصور تاع لابوليس نعود نمدوهم للنساء ونزعقوا لابوليس. واحد كيعود يهضر كيما هكا والشعب كامل يسمع، تقدر دير فيه انت الثقه؟ هذا مؤهل باه يسير بلاد؟ هذه ماشي لعبه. شوفني انا كي ديمارينا قلت لك اني منعت اربع خطرات من الموت على جال البلاد، وانا متيروا عليا ثلاث خطرات ومن عيني رب العالمين. ما نقولكش ما نسمع حتى واحد، بصح انا تيراو عليا ثلاث خطرات من 92 ل 96 تيراو عليا انا ثلاث خطرات وحاولوا يخطفوني مره. واش عليه؟ باسكو انا عندي قوه ثاني تاع الحزب. في قسنطينه هنا ولا في لا هادو البلايص اللي المحاوله تاع القتيلة وحده في قسنطينه. أيوة. المحاوله تاع الاختطاف في قسنطينه. أيوة. والمحاوله تاع القتيله وحده تويل المديه وحده تويل جيجي. انا ما نهدرش على روحي كعبد المهم، منيش نهضر على البلاد. مولود حمروش قال لي القضيه خطي في يدي، روح لعند بن الخدم هو رئيس البرلمان. أيوة. ما لقيتش بن الخدم، لقيت واحد يقولوا له كيعس الله يرحمه ويوسع عليه، هو الرئيس نتاع لا كوميسيون جوريديك القانونيه. قلت له سي احمد اكلوا كان تقسموا لنا الدوائر كل دائره وحدها، رانا نوليو في مشكل كبير ورايحين تخليو الفيس يدي الاغلبيه بدون اغلبيه الشعب. باسكو في لي نومينال ادوتور كي تدي 50 صوت من المجمل زايد صوت تدي المقعد، بصح كي تعود بروبورسيونال انتغرال بار ولايه اي نوميناتيف تحطهم كامل في ولايه فريده، بصح كي يفوتيو مش كيما يديروا هادو. اني كونتر هادو تاني كي تهز تفوتي على الحزب كوشي علم من فوتيت، مستحيل يدي الاغلبيه. علاه؟ باه يدخل. انت كي تقول لي ضد الفيس روح سقسي لابيوي تاع قالما فيها 17 فيس و18 اف ال ان وزوج بي ان اس لي
هاو درنا اليونس مع الفيس. فيس بي ان اس دي. انتم حبيتوا تشاركوا في كل جماعة هو الداعي. ماهوش نشاركوا نعلموه نحيولوا من راسه الفكر الديكتاتوري. هو كان يقول اللي ماهوش اسلامي ما عندوش حق. وكون الداعي كون الداعي بالفكر هذاك ودا الحكم كان يدير كارثة كحنا في الجزائر. انت كنت تلاقى مع قيادة الفيس؟ انا محبابي كما راه والقيادة تاع لاياس حبابي درك نوصلوا ليها الساعة خليني نكمل الكلام. روح كمل. كي وصلت انا عند سي كاس قال لي روح عند عبد العزيز بودرع او كان مدير تاع لا اس ا هو اللي مقر اللجنة. لقيت انا عبد العزيز بودرع رحت ليه تسمع كما قالوا نتبعوا الكذاب الباب دارو. قال لي عبد العزيز بودرع وشو المشروع تاعك الاخر به؟ قلت له ما نديروش تقسيم الدوائر كما يحكيو جماعه لا بريزيدونس وهم رايحين يكلحوا الشاذلي والشاذلي ما يعرفش كاره الجمهوريه ما هيبتش هو التقنيات هذه اللي عندهم. بعد فكر واحد اخر وحابين يوصلوا الكارثه يعرفوا قاعدين ينصبوا با يدخلوا البلاد في ورطه كبيره ومن بعد نعطيك النتائج تاعها. قال لي في المشروع تاعك سي بن شريف واش هو؟ قلت له الفيس يدي 130 مقعد بلا بروبورسيونال انتيغرال بار ولايه وانتم لي فلان تديو 80 مقعد حنا البي ان اس اللي نجيبو 60 بسهوله لا فاش يجيب. من بعد نوليو الى كان الفيس يتحالف معاكم وعندكم اغلبيه ديروا حكومه فيس افلان حنا لي ريبوبليكا في المعارضه ولكن انتوما حبيتوا تجيو معانا لي ريبوبليكا ما نعطيوكمش المناصب تاع السياده. بصح هذه ماشي كانت حاجه واقعيه هذه كانت امنيتك انتايا مش الاماني شيء. لا هذه الاماني شيء واحد يتمنى ويحسب كيفاش باش يكون هو عضو في الحكومه وفي تاسيس هذه الحكومه وهذه وانه الواقع شيء كان الواقع الناس كاع خارجه ناقمه من الحزب الواحد فوطات كاع لقوا حزب اللي يقدر يقضي لهم على الافلان راحوا فوطاو كاع انا ما كانش مقتنعين بكم ما كانش مقتنعين بكم انا شوي اسمح لي انا شوي هذا المشكل ما قنعتوهمش انتم انتم هذاك مهما بالتطرف ولا وش تقولوا فيه ما عندوش اسمح لي هو ما نقدرش نقنع واحد ما عندوش النيفو والله غالب عليه بصح هذا واش صار اللي ما عندوش النيفو يقنعوا اللي ما عندوش النيفو انت لا ريبوبليك في خطر توصل الخطر ما فيهاش مسخر باسكو تاريخ الشعوب هكا يمشي. كي قال لي هو قال لي حنا ما كانش منها نديروا تقسيم الدوائر وانتوما تخافوا من الفيس ينحي لكم التعدديه تجيو معنا وحنا نبينوا لا فلان واحد ما ينحينا. قلت له انت وصحابك والمجموعه تاعك واللي تخموا كيما هكا هاكم رايحين ندخلوا الجزائر في ازمه. ورحت انا لا بريس درت ديكلاراسيون. انت المعارضه تاعك كامل كانت هي كانوا ذاك الوقت الناس كاع الاحزاب اللي كانت كانت عارض في الافلان باسكو كان حزب الواحد وكذا. انت المعارضه تاعك كانت كامل مصبع للفيس انت لا حزب لا للفيس لا 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 ماهوش حنا نحيو حزب احادي نعاودوا بحزب احادي. انا المعارضه تاعي كفاه كانت معارضه ايجابيه نبنيو جمهوريه فيها احزاب وكنت نقول لهم انا الفيس لازم يكون حزب ريبوبليكا يعني جمهوري كون يكون الفيس حزب جمهوري بدونه لا تكون تعدديه وفي غيابه لا تقدر تكون المعارضه لان عنده طاقه تجنيد. اسمح لي ما تشوش بلي انه الخطا تاعكم انتم كاحزاب اللي خلى الفيس يدي هذوك المقاعد كاع انكم انتم كاع كنتوا تخموا في الفيس والفيس كان يخمم في الشعب. هو كيفاش يقنع الشعب وانتم كنتوا تخموا كيفاش تريبوا الفيس؟ انا كي داروا الحزب تاع الفيس فيه هو طيارات كاينين اللي قالوا ندخلوا للتعدديه وبالحزاب ونديوا السلطه ونديروا الدوله الاسلاميه باسكو الفيس ما كانش يخمم يدي البوفوار كما هو اللي يبدل الدوله الجمهوريه ما تساعدوش هو هو تساعدوا النمط نتاع الدوله الاسلاميه. نخرج شويه من لا نكمل هذه انت تشوف باللي واحد جاي يدخل باش يريب الدوله ويبدلها بدوله واحده اخرى
هنا مساس بالدولة هذه سكو فو نو با كومبروندر هذا موش ينادر وموش ينادر باه يدي السلطة او ينادر باه يريب الدولة ويبني في بلاصة دولة واحدة اخرى وحنا قانعين باللي النمط المليح تاع الدولة هي الدولة اللي تكون لايك لايك هكا صحة صحة والحكم يقدر يكون اسلامي نورمال بدون مشكل كما في تركيا باسكو لو كان يحكم بدون معارضه وما يقدرش ينجح هذه هي اللي نتوما ما كانش حبيتو كي قلت له هكا قال لي ما حنا ما نبدلوش ما بدلوش خلاو راحوا عيط لنا الشاذلي حوار واحد اخر درك وصلنا جونفي 91 قال لنا الشاذلي راني لميتك من لهنا باش حضرتو قال الاحزاب هو 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 قسمهم لزوج مجموعات مجموعه الاولى فيها 17 حزب والمجموعه الثانيه فيها 17 حزب في لا بريزيدونس بس هذه سي لو 9 جانفي 91 قال اني جيت نخبركم باللي رانا قررنا نفتحوا البرلمان قبل الاوان تاعو ونديروا انتخابات مسبقه وهذا اعطيتكم اعلام بدون مناقشه انا قلت له نعترض فخامه الرئيس مازال البرلمان يوصل حتى لديسمبر علاه تفتحوا درك قال لي صراو لي ضغوطات قلت له الفيس اللي قاعد يضغط عليك شكون اللي قاعد يضغط عليك بان كما يضغط عليك هو ويقول لك ديرنا انتخابات مسبقه كما حنا ثاني نقول لك مازال الحال ما ديرش حتى نضمروا حنا مليح الحق هذيك المره الوحيده اللي الرئيس الشاذلي زعف مني انا قال لي والله الاخره حتى كل ما نجيو نديروا حاجه في البلاد هذه نحصلوا معاك نديروا لك 1000 حساب دابور قال لي انت ما تخرجش وما يروحوا انت ما تخرجش حل البرلمان واش قال لك؟ قال لي نفتحوا قال لي قررت قررت لا رجعة فيها خلاص قال لي وانت دابور الدبارة تاعك اللي قلت لي روح وحدك يا اخي انا كي قال لي قالوا لي الملك الحاسم انا قلت له روح وحدك يا اخي راح وحده ما جبتش حكيناها قبيله خلاص حكيناها قبيله ملك افتح البرلمان كي جيت هبت انا هبت المقر تاع بوكروح قال لي سي نور الدين الله يذكره بالخير هاو مازال درك بالحياه ودار وزير والدنيا قال لي سي ربح قررنا نديروا واحد المجموعه مع بعضنا لير سيدي تاع سعيد السعدي وبن بله قال لي وانا قلت لهم او سير سي بن شريف ويمشي معنا مع البيانستي في الوضعيه هذه حنا في ربعه وزاد انضم لينا واحد يقولوا له مولا وزاد يتريس واحد الحزب اسمه لو ديال واحد يقولوا له يتريس لو اف دي اسمه بو خلفه واحد عفوا ابو عبد الله واحد يتريس حزب محساس او معروف مشهور في سبعه بدينا نمشيو وبدينا نديروا فنتلاقاو مع بعضنا في هذاك الوقت حمروش خرج تقسيم الدوائر ما عجبهمش الحال قال لك عمر الدنيا بالدوائر على اساس حمروش يربح الفوط باسم لا فلان عمر الدنيا بالدوائر الدوائر الانتخابيه اتصل بي انا الاخ قاسم مرباح الله يرحمه الله يوسع عليه اللي كان مدير تاع السيكوريتي ميليتير قبل ما تولي ديرس قال لي خويا رابح انا دخلني معاكم في المجموعه تاع سبعه قلت له مشكل كبير باسكو درك بن بلا يرفض وسعيد السعدي يرفض بس راني نحاول سي عبد الله ما نقدروش نستغناو على اطار كومان اللي كان مدير في السيكوريتي ميليتير وطلع رئيس حكومه وقدر تجي معنا مرحبا رحت انا ليهم قال لي بن بلا ما كاش ما يدخلش معنا ما قاسلي مربح برك ما يجيش جا سعيد السعدي قال لي ما يدخلش قلت له انا يدخل لا ما يدخلش قال لي هو كان ضد الديمقراطيه وضد وضد قلت له كون ما كانش لا سيكوريتي ميليتير كل شهر 70 انقلاب في الجزائر قلت له الجميل تاع الرجال اللي يمنع البلاد ويخليها ستابل ما تنكروش الديمقراطيه حاجه وامن الوطن حاجه اخرى قاسلي مربح يدخل معنا قال لي بن بلا ما يدخلش قلت له انت نورمالمون نهار داروا الانقلاب كانوا رايحين يقتلوك خلاص وقاسلي مربح اللي قال ما تقتلوش او رمز من رموز الثوره دخلنا قاسلي مربح
انا طلبت من قاسم ربح حاجه فريده ما يقولش انتخابات رئاسيه مسبقه. ولينا نتلاقاو في سبعه مع بعضنا زايد واحد اجتماع الاول ثاني ثالث. حنا في واحد الاجتماع في السفير وانا قلت يا جماعه مستحيل نبقاو مفرقدين، هيا نديرو لونيون دي ديموكرات كيما حبش يمشي لنا لا فلان وايت احمد في الجبهه تاع الجمهوريين نديرو لونيون دي ديموكرات مع بعضنا. وقلت لهم او سور رايحين درك يديروا لنا لونيون من لا دوتور ويقسموها دايره بدايره. انطق سعيد السعدي قال لي وانت وين على بالك؟ لا توي دون لو سوكري دو بون ديو. افا قلت له لا سوكري دو بون ديو الرئيس بن جديد الشاذلي الله يرحمه ويوسع عليه حبيبي ويصارحني في كل ما هي كبيره وصغيره. راح يكون لينيمينال ادوتور لا رجع فيه دابور حمروش او بدا يقسم في الدوائر. قال لي يا خويا كي يصرى لينيمينال ادوتور كما تقول عليه انت حنا لي رشيدي قادرين على شغلنا. والشاد اللي صح كان صاحبك وحبيبك ويقول لك كل كبيره وصغيره والله هدرتها له برك انت. لا لا شاد لي كان يصارحني وشاد لي كان مدير فيا ثقه وهدر لي امور خطيره وامور كبيره وامور تم على سبيل المثال بومدين كي مرض ولقى روحه في مشكل كبير. بان شاد لي قال لي بلي بومدين جابني للجزائر ودار له اون ديسيزيون كورديناتور جينيرال دو توت لي زارمي منسق هو كان شاف دريجو انا عمي جابوا من وهران جابوا من وهران وهو اللي تريش الجيش كامل وباش نحيو الدعايات اللي يديروا القلقاني والاخر جاب شادري والاخر ما جا ويديروا في المشاكل. نو هذه امور تاع رجال كبار وامور تاع دوله وفي الدوله ما كانش حاجه اكبر من نقولوا استقرار الدولة لا ستابيليتي دي ليتا ماشي لعبة تاع ولاد الصغار والديمقراطية والتعددية والحيلة هذوك يجيو تكامل كما الثانويات. بين أهم الأشياء اللي كان يصارحك بهم الأمور الكبار اللي كان يصارحك بهم شادي من جديد قال لي لا فلان وكونتر الانفتاح وكونتر الديمقراطية وكون يبقى يحكم ويوصل البلاد للخطر كل هالي هذه سبحان الله العلي والشهداء مازالوا. واش قال لك ثاني على نعم على الجنرالات تاع اللي كانوا ذاك الوقت على النزار وهذا كان يحكي عليهم؟ ما لا لا على الجنرالات ما حكاش عليهم. قال لي كاينين بعض الضباط في الجيش عندهم ثقافه تاع الاشتراكيه الشموليه هما ثاني ماهمش حابين الانفتاح. قال لي بصح حنا مستحيل نقدروا نلبيو رغبات الشعب كدوله، الدوله تضعف وما تقدرش. قال لي الشيء اللي قادر يخدمه الشعب نفتحوا لهم المجالات باش يخدموا. هذه هي القناعه نتاع الرئيس الشاذلي بن جديد. كي وصلنا تما واحد النهار لقيتهم داروا بيان المجموعه تاع سبعه قالوا باللي مجموعه سبعه زايد واحد تنادي لا كيفاش يسميوها العصيان ماشي اسم ستادير يخرجوا ضد القرارات اللي دار حمروش ويديروا غراف جينيرال. رجعت عليهم انا قلت لهم لو بي ان اس دي ني با ان سانديكا بي ان اس دي ما يديرش العصيان المدني. وطلعت ليهم تلاقينا في سبعه زايد واحد قلت لهم وش هو السوق هذا اللي يديروا فيه؟ علاه تناديوا العصيان المدني؟ قالوا لي حنا رانا نلاقيو نعيطوا ونديروا العصيان المدني بس حنا ما عندناش النقابه والفيس عنده النقابه ودرك الفيس كي عنده النقابه هاو يبلونجي على الفكره يروح يدير فوضى. كي يدير فوضى شادري يدير حاله الطوارئ ولا حاله الحصار ولا الحاله الاستثنائيه ويخرج لهم بالجيش يدخلوا في بعضهم الجيش وصحاب الفيس ينحيوهم علينا ونتهناو منهم ديفينيتيفمون. وعلاه ديروا فكره؟ والله درك نتعيا الكلمه هذه في ودن الاسلاميين. عيطت العباس المدني واحد يقولوا له جمال قلت له عقب لي الشيخ تاعكم عباس المدني قال لي وما كانش في تلامسه. قلت له عقب لي واحد من المسؤولين قال لي وما كانش. قلت له ما كان حتى واحد من المسؤولين تاعكم هنا. قلت له على كل حال ترك انا
الأعضاء المؤسسين تاع الفيس صحابي وحبابي، مسيح أحمد مراني، البشير فقي الله يرحمه، من عبد الله حموش، للضاوي الكرار، الصحراوي الله يرحمه، هادو كل صليت معاهم وصحابي ويقدروني ونقدرهم، ما نخليهمش يطيحوا في الفخا وما ديرولهمش مشكل كيما هذا. من بعد جيت لسي عبد الله حموش عضو مؤسس او يسكن هنا في قسمطينة، قلت له سي عبد الله عندك قول للمسؤولين اللي معك ما يديروش العصيان المدني وما يخرجوش يديروا فوضى برا، باسكو القانون يقول عندما يكون خاطر داهم الامن العمومي يدخل الجيش. قلت له الجيش او مبني على الانضباط، عسكري متر و 80 و 90 كيلو هز المدفع تاع البلندي، كيقول له الكابيتان فو يضرب، اللي جات فيه جات فيه، هذا هو الجيش. الجيش سي لا ديسيبلين، ما توصلوناش الملا يحمد عقبه. قال لي سي رابح احنا وخاطي احنا المؤسسين تاع الفيس اوصر بيناتنا انشقاق، عباس المدني وعلي بن الحاج ومجموعه اخرى ام جابوا صحاب الجزائره داروا بهم مجلس وطني، هما اللي عاد عندهم القرار، احنا رانا ما ندوش. قلت له انا شوف انا ما نخليش الروح تطيح بين المؤمنين، باسكو في القران يقول بالحرف الوحيد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انا على بالي رايحه تصرى فتنه ويموتوا الناس، والله لا سكت عليها، غير روح نمشيها كباب كباب. ايه انا نلقى ايامات هكا نلقى الفيس يعلن على هذيك الفوضى اللي يدير مع العصيان المدني. صافي الشيء اللي كان كان اضراب، كان في الاول اضراب ماشي عصيان. ايه داروا اضراب، داروا اضراب هنا قفلوا الطرقات، باسكو انا كنت ندير في لي ميتينغ انا في هذاك الوقت، لقيت عبد القادر بو خمخم الله يذكره بالخير، نعرفه صديق كان جاري قرب، حكمته قلت له اسمع روح قول لعباس المدني وعلي بن الحاج يحبسوا هذا المشكل، هذا اي مجموعه 7+1 داروها لكم فخه باش يدخلوكم في صراع مع الدوله عن طريق الجيش وينحيوا لكم لاكريمون. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشانا ليس منا، ما كان له ندخلوا في فتن كيما هذا. نادي يضحك وراك معايا في الطوموبيل تاعي وانا نسوق به، قال لي وانت واش قلقك الاخر به وكي يخرج الجيش برا ومن بعد كيف من بعد؟ قلت له تصرا فوضى، قال لي انطلقوا الخوانجيه على الجيش ياكلوا لي شرات كي الكوفريت، وانا نقولها امام الملا او يسمع فيا ماذا بيا عيطوا لنا ونتلاقاو كعبه بكعبه كلمه بكلمه. قلت له لا هذا بوخمخم اللي قالها، هذا عبد القادر بوخمخم. قال لي ايه، قال لي على بالك ياكلوا لي شار كي الكوفريت. صار احنا قلت له رانا دينا التعدديه باش نخرجوا من نمط الواحد نوليو احنا في ياكلوا هاو صراو مشاكل هاو جوج هذه ما واش عندنا في هذه. من بعد انا كملت، انا درت الحمله ماني خايف حتى من واحد، البي ان اس دي قوي، عندنا الماتريال، عندنا الدنيا، انا الوحيد في الجزائر ندير في الحمله الانتخابيه والفيس مدير الاعتصام. وانا قلت الفيس حذري ما تقدروش تقربوا للبي ان اس دي راكم تدخلوا في مواجهه صعيبه عليكم بالبزاف ونوليو حنا سافا با بين بعضنا، انتم حقكم ديروا واش حبيتوا، احنا رانا نحافظوا على استقرار الدوله. تشاهدون في الحلقه القادمه من هذه حياتي. صح القوانين ما يعجبوناش، صح القوانين ما يساعدوناش، صح حمروش دار تقسيم باش يحب يوصل للسلطه عن طريق الافلان. ياو 14 مره ما قدرناش نديروا لوردر دو جور برك، كل واحد يجبن من جهته. انا عرفت باللي القضيه كل ما يدخل الجيش تبقى مبلوكيه. قالت لي سي بن الشريف البارح كنت رئيس دوله، الصبح هذاك ما بقيتش رئيس، نبدلوا لك القانون. لقيت المغير سطيل وجامع هابطين على البحر، البحر عالي عليهم، ناقص 40 ناقص 52، خممت قلت والله لو كان نفتحوا قناه من تونس من قابس تدخل لا ميديتيراني يعود عندنا بحيره في الصحراء. الور هذا الانسان اللي راح قال لهم على الدواء اسمح لي
هاو الدواء تاع السكر فيه سبع عشبات، تاع زعيبت فيه ربع عشبات. بعد واش دارلو؟ انا كون زعيبت هذا كون خلاه هكا ويشربوه هكا، انا ندافع على هذا زعيبت.